ثلاثة أجمع جميع مغسلين العالم العربي وليس المملكة، اسمعوا، جميع مغسلين العالم العربي. آخر تسجيل لي في قناة بداية جمعت لها مغسل من الشرق وغرب وشمال وجنوب المملكة، وأجمعوا كلهم، وجاتني اتصالات وأنترنت مواقع وكلام إنه ولا واحد من الثلاثة اللي أقول لكم عليهم دول غسلوهم ظهرت عليه علامات حسن المنظر. الثلاثة دولة موتتهم أول حاجة يتحول وجهه إلى الغوريلا، إلى سواد الفحمة. حتى أخوه ما عرف إنه هذا أخوي، قال له هذا مو أخوي. قلت له أخوك هذا تصريح ورقة، مو هذا اسمه؟ قال لا مو أخوي. نكر أخوه وحتشوفه، وليست أول مرة. وكل أجمع المغسلين في جميع أنحاء العالم من الثلاثة دولة ما أحد غسل واحد فيهم عليه علامات حسن المنظر. إيش هي الثلاثة يا شيخ؟ قل لنا يا شيخ عشان نعرف إيش شكلها الثلاثة هذه إلا علامة تظهر في الدنيا قبل الآخرة. أول واحد، أول علامة، المؤخر الصلاة عن وقتها وليس تاركها بالكلية، مؤخر الصلاة عن وقتها بس. فكيف بتاركها بالكلية؟ إلا يكسل عن صلاة الفجر، ولا يصلي الظهر قريب العصر، ولا العشاء مع المغرب، وما في حاجة لا في نوازل ولا على سفر، وعلى وضوء واحد وكسلان. هذا اللي أخر، هذه واحدة منهم تظهر على الصور اللي هتشوفوها، وكذا منظر، لا تقولوا بس واحد منظر، كذا منظر. ثاني واحد، العاق لوالديه، العاق لوالديه قبل ما تشوف الصورة، ربنا يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. كل أعمالك السيئة يؤخرها للآخرة، ليوم القيامة، إلا العاق لوالديه سوف تأخذ حقها في الدنيا، إما في صحتك أو مالك أو ولدك أو علمك، أي حاجة ما يأخر لك، ما يأجلها للآخرة. العاق لوالديه ما يأجل لك العقوبة للآخرة، في الدنيا تأخذها. إذا مو الآن في المدرسة، لما تتجوز، في عملك، في صحتك، في أمراض تصيبك، إنما لازم يعجل لك العقوبة. ثالث حاجة وهي أقوى حاجة بالنسبة لغير الاثنين هذه اللي هي منتشرة، الاثنين الأولى ممكن قليلة، لكن هذه اللي منتشرة ثالث حاجة، المتعاطي للمخدرات. وأقوى مخدر إيش تقولون؟ الإبر؟ لا. الشم؟ لا. النشوب؟ لا. أقوى مخدر السجارة. كيف يا شيخ؟ نعم، السجارة هي اللي توديك للحبوب، وهي اللي توديك للشم، وهي اللي توديك للواط، وتوديك للزنا، وفي الآخر يجيبوك عندي. ليس عندي أنا بالذات، إنما وظيفتي، ويجيبوك عند مغسل الموتى. السجارة هي بداية هذا كله، لذلك السجارة تعتبر أقوى نوع في المخدرات، لأن هي الطريق اللي توديك لكل حاجة.